أعلن وزير المالية أنس الصالح خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم أن الكويت واجهت تحديات بسبب انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن 7.9 مليار دينار العجز المقدر بميزانية 2017-2018، ولفت إلى أن مستقبل اقتصادنا هو بالمواجهة ولن يتم ذلك إلا من خلال التعاون بين السلطتين. وقال الصالح أن دولة الكويت تخطط لتمويل هذا العجز عبر استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التمويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام، بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية، والاستفادة من السيولة المتوفرة بصندوق الاحتياطي العام للدولة.